شكرا، شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا نفسي اقول لكم شو صار معي. اول شيء قبل ما اقول لكم اي شيء، جايز انا بعتذر كثير انه ما صورت او تاخرت عليكم بالفيديوهات، بس صار عندي كثير اشياء، راس كان حينفجر، ما كنت قاعد بركز بالفيديو. فيديو واحد اخذ مني تصوير اسبوع، وبالاخير لما اجي بدي اخلصه مسحت كل شيء بالميموري. والله مصور بارع، مش حاسين في تغيير بالتصوير؟ تعال نشوف مين معي. هلا مرحبا حبيبي، كيفك؟ اسمع، الالوان كثير لابقى، ازرق واحمر واخضر واورنج. اوه الفخامه. جاهز؟ جاهز. لا مش حضربك، اصبر. جايز مشان اخبركم شو الموضوع مبدئيا اللي حامله اليوم، انه طبعا هلا انتم حتشوفوا البارك، يمكن 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 شوي انتم تفوتوا بالحيط من اللبس لان لابسه، لان مسحت الفيديوهات القديمه بالغلط، هلا عم برجع عيد تصويره. اوكي، فاللي حصير اليوم انه حطلع الشباب معي بالسياره اللي هي اللامبو، واللي حامله انه حاط مصاري هون وحخليهم يقعدوا هون، وحيكون معهم 5 ثواني او خلينا نقول الوقت اللي انا بدوس فيه، من لما دوس معهم وقت انه يمدوا ايدهم وياخذوا المصاري الموجودين على التابلو قدام. اذا انت خلاص عارف، والله انا بس فكرت ادوس هذا خاف اعمل هيك. المهم قاعد سوا حط مصاري انا قدام، حطهم هون وحخليهم يقعدوا، يحطوا الحزام يقعدوا تمام سيفتي، واللي عليهم يعملوا انه من اول ما دوس انا معهم وقت 3 ثواني ل5 ثواني انه يمدوا ايدهم وياخذوا المصاري. اذا بيلقطوها حلال عليهم، اذا ما لقطوها فخلينا نشوف. طيب هاوي جاهز؟ جاهز حبيبي. ليش حاسك فايت تتخانق؟ انا ما هو عشان انا عم بتدرب حبيبي. يلا لو سمحت. لو سمحت شو؟ يلا نبلش. طيب اوكي، شو بتقول لهم على اليوتيوب؟ سبسكرايب ولايك وشير. الله وكومنت. يلا جايز خلينا نبلش الفيديو. اوكي، شو قبل ما نصور لازم انا اثبت الكاميرا. تصويري حلو انا. انت عم تعمل فوتوشوت؟ ايه لا صح، فيديو والله سوري يا اخوي. طب ماشي. طبعا جايب معي تيب، حلزق الكاميرا هون. او شت، انا نسيت جيب فلوس. حط الكاميرا هيك. او شت، بدي مساعدتك. ايه اوكي، ايش اعمل انا؟ اخطف الكاميرا وتعال. يلا. سبسكرايب. وين بطفي يا اخوي؟ اوكي جايز، سو هاي هي ال 500 مبدئيا. احمد يخرب بيت ايدك يا زلمه، قول ما شاء الله يخرب بيت ايدك. فزت انا والله فزت. شوف واحد ثاني، خلاص شوف واحد ثاني. ها على اول ما ادعس. اوكي كل انا كيف بعد جاي وتخمت وعرض امي مش محسوبه، وعرض امي سبراي ما مش محسوب. اذا بدك بتجرب مره ثانيه بس للاحتياط، بس انه ما بتربح. طيب ماشي، ماشي بس انا بجيب. جاهز؟ 3 2 1 صعبه والله العظيم. يا حلو اللعبه صح؟ حبيتها؟ خليني اعمل لك اياها. المبلغ هو 500 درهم. محرز صح؟ طيب جاهز؟ جاهز. اوكي. كم معي وقت؟ يعني شوف عشان ما اكذب عليك، يعني من لما ادعس لحتى اوقف. اوكي. ايش فزت ولا لا؟ اوكي جايز، بما انه منتصر كان اقرب واحد، شو رايكم؟ اكتبوا لي مبدئيا هذا الفيديو حينزل اليوم او بكره، اوكي؟ سو حيقولوا لي اذا انت فزت او لا، سو الفيديو الجاي بيعرفوا اذا انت فزت او لا. يعني متى باخذ المصاري؟ الفيديو الجاي ببين حسب شو يكتبوا كومنتس، انا حكتب كومنت قولوا لي انتوا اوكي؟ اذا منتصر فاز ولا لا، اوكي؟ طب اخذتهم ولك يا طن، انت مش زلمه. والله اخذهم؟ انا اخذتهم. وصل لهم. ليش ليش ليش؟ انا اللي فزت ب 500 درهم. طب انت هو اللي فاز، انت شو فاز؟ انت شكلك كثير بتحب البطيخ؟ اه. هاي كيف؟ هاي ام جود. ليش حاسك خايفة؟ Because of course I'm scared. بتخاف من السرعة؟ Yes. اوكي ما راح اسرع كثير. شوفي هاي امك مبدئيا. اوكي بتعرف الفكرة شو هي؟ انا حادعس، معك 5 سكندز لحتى تمد ايدك وتاخذ المصاري. Just 5 سكندز؟ 5 سكندز يس. جاهزة؟ Yeah. اوكي جاهزة؟ Yeah. 3 2 1 Oh my god, that's impossible, there's no way.
لا لا ما فيني حمود قلبي حسيت قلبي حيطلع من تمي او ماي جود بس ما في واحد اسمه ولا ما بتقدر يا عمر مستحيل يا ولا هاي عمر هاي برو هاي برو كيفك يلا برو جاهز يلا جاهز اول ما بلش دوس بتبلش اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة يلا وادي شو تطلق ما بسيارتك يلا كابو لاف يو برو لاف يو برو اوكي جايز سو مثل ما انتم شايفين طلعت اغلبيتهم اصحابي بس انا النيه انه طلع حدا يستفاد من هالموضوع وبنفس الوقت انه تو هاف فن او يجربوا الاكسبيرينس هاي اللي حاعمله انه حشوف حدا من الشارع ممكن عاملين نظافه ممكن حدا بيشتغل توصيل طلبيات اكل اللي بيطلع قدامي ممكن نختاره اوكي ونقول له تعال وخلينا نجرب اللعبه وبنفس الوقت حجربها معه بس بالاخير حربحهم بس خلينا نشوف ونشوف رده فعلهم اذا هن بيخافوا من السرعه ما بيخافوا من السرعه وبالاخير نقول لهم انه انتم ربحتوا اوكي ان شاء الله يكون شيء حلو بس بكفي طلع اصحابك بدي طلع اكثر يعني صراحه بس كله بده ياخذ مصاري غصب فايز خلينا جايز نشوف شو حيصير معنا اي لاف يو اول ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتحطوا لايك وتركوا الفيديوهات الجديده اي لاف يو مره ثانيه وثالثه ورابعه Hello. Hi. Hi. You want to play a game? Yeah. Yeah? You want to win? Yes. Yeah, come. اللي بوصلنا طلبات الأكل. You always give us food. Yes. We love you. Thank you. Okay. So we'll play a game. هلا أول شيء بتحط الحزام. سيت بلت اوكي في مصاري هوني اللي حيصير انا ما في معلومه عربي اوكي اخي سو جايز هلا خلينا نروح اشرح لان طلع ما بيفهم لا انجليزي ولا عربي طلع بيفهم اردو ف الله يعيني دقيقه مجهز حالي عادم اليوم حياخذها من قبل ما ندوس ريدي Very fast. Oh, والله كابو. It's amazing. Oh, you're the best. Thank you, bud. I hope you like it. Yeah, maybe next time we'll do another challenge. Yeah, see you next time. Okay, see you next time. Okay. 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 خلاص. خلاص. والله. والله. Really? I swear. Raise me for me. Yes. والله. والله. Thank you so much. Welcome, welcome. Welcome. Have a nice day. Thank you. Don't worry. Allah give you more. I love you too. Thank you so much. Welcome, welcome. عمر. عمر لك اخبارك مسكر. لا والله عم صور. عمر. هلا. وجهتك؟ اوسف 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 شو زي التشالنج اللي باليوم التشالنج اكيد مش معك. ليش؟ برو يعني مستحيل. طب عادي جرب. لا لا شو بدي اجرب؟ عملت معي كل بدك تعمل معي مستحيل اعمل معك والله غير تعمل امانه مد ايدك مد ايدك خلص التحدي كذاب والله خلص هاي يعطيكم الف عافيه جايز ان بتشوفوا كل شيء نظيف ان من وراهم اي ونت تو بلاي وذ يو اجين يو نو عربي شوي شوي عربي هندي هندي حبيب اي دونت نو هندي اشرح له انه اول ما ادعس معه 3 ثواني حتى ياخذ هذول المصاري فيك تشرح له بالهندي ريو اندر درام ديغا اوكي واضح انك انت مش فاهم Okay, guys. So, هلا حسويها مرة ثانية، بس ما راح أمشي بسرعة، عشان خليه أخذها. Okay. عاد فهم كمان عليه. حجرب بطل أكثر، guys. Okay. يلا 3, 2, 1.
Easy or hard? Hard. أنا نسيت إنه مش هنتفاهم أنا وأنت. صعب أو سهل؟ شو يعني بالأردو صعب أو سهل؟ Is it or thank you? Thank you. This. What? This. I can't say. Yeah, for you. Okay. Yes. Oh, عم يتمرن والله قوي عم يتمرن. You take it or die. Okay. 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 You ready? Ready. Yeah. يلا. نسيت انا كانت حدا الكاميرا كانت حتجي فيها العيد جاهز؟ لما اقول 3 2 1 اوكي؟ 3 2 1 شو بتعمل؟ حاول تاخذها اوكي؟ يلا 400,000 لايك 400,000 لايك 400,000 لايك ما تنسوا تضيفوني كمان على انستغرام وحطوا لكم حسابات شباب كمان تحت اي لاف يو يلا خلينا نشوف كيف بدي جيت سلام دي انا